هي أفضل صديق للإنسان وأول مؤنس في لحظات وحدته. توفر له كل ما يحتاجه للعيش، يمنح تنوعها مساحة شاسعة من الشعور بالهدوء والطمأنينة. الإنسان بطبيعته حريص على تذوق الجمال، لذلك لا يوجد أجمل من الطبيعة. تتيح لنا الطبيعة اختيار أماكن ووجهات جذابة من أجل الراحة والاستجمام وقضاء أجمل الأوقات. تعيد جمع أطرافنا المشتتة وتجبر خواطرنا المكسرة. لا يمكن فصل الإنسان عن الطبيعة، فهو جزء لا يتجزأ منها ولا يستطيع العيش بدونها. يتنفس هواءها ويشرب ماءها ويأكل ثمارها وكل خيراتها، وفضلها عليه لا يعد ولا يحصى. يستطيع الإنسان ترك بصمته على الطبيعة، فهو دائم الاحتكاك بها بتدخلاته وممارساته المتعددة، حيث ترك أثرا واضحا عليها بين ما هو سلبي وما هو إيجابي. الوعي بأهمية وجود الطبيعة خالية من الأضرار لاستمرار الحياة البشرية على كوكب الأرض. لا تكفي إن لم نعي أهمية وجود طبيعة سليمة وبيئة متوازنة في حياتنا، لذلك واجبنا الحفاظ عليها وحمايتها لاستمرارها واستمرار وجودنا على هذا الكوكب.